ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع المستشار القانوني طلعت سلمان، عضو المنظمة الدولية لسفراء السلام والعلوم الإنسانية. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طبعا احنا كانت في حلقة سابقة وهي برضو كانت بدون محامي، وهي كيف تحصل الزوجة على النفقة الزوجية بدون محامي. النهاردة الفقرة دي تابعة بقى أو مكملة للفقرة السابقة. يعني في البداية حابة بس يعني أسأل حضرتك إيه الطرق، أولى الطرق مثلا اللي ممكن، أو هو تساؤل آخر مش إيه الطرق بقى، إنه هل مثلا الزوجة ممكن إن هي تحصل على قائمة المنقولات الزوجية بدون محامي والإجراءات هو بتاعتها؟ أولا بسم الله، طيب ثانيا دعاء. هذا الدعاء أنا بدعي اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم امين يا رب ثالثا العالمين. هو عزاء ومواساة. هذا العزاء أنا بقدم خالص العزاء للفنانة التشكيلية السفيرة الخلوقة رئيس المنظمة المصرية الدولية للسلام والعلوم الإنسانية لوفاة عام أولادها. بقاء هذا الأمنية. العزاء أنا بقدمه وكيلا ونيابة عن أعضاء المنظمة المصرية الدولية لسفراء السلام والعلوم الإنسانية. أعتقد أن هذه الوكالة هم بيوكلون بها بحب وتقدير. هذا تمام. العزاء هو للسيدة فاضلة، هي السفيرة ابتسام الروبي بقاء رئيس الدار. المنظمة المصرية الدولية لسفراء السلام والعلوم الإنسانية. بقاء هذا الدار. العزاء وكيلا عن الأعضاء جميعهم، وفي المقدمة منهم نائب المنظمة الموقرة السفير محمد الشال، وفي المقدمة منهم السيد لواء أركان حرب سامي شلتوت. سؤال حضرتك استكمالا بقاء للحلقة، والدوام. انا تعقيب لحضرتك طبعا، البقاء والدوام لله، يعني يا ربنا يرحمه ويفسحه فسيح جناته، يدخله فسيح جناته يا رب العالمين. آمين يا رب. السؤال بتاع الدكتورة مروة بتسأل، بتقول هل تستطيع الزوجة إن هي تتولى أمر نفسها بنفسها فيما يتعلق بالمنقولات الزوجية؟ يعني هل هي تتولى نفسها بدون ما تروح المحامي؟ الإجابة أعتقد ده سؤال، يبقى المفروض الإجابة مني. ايوه طبعا، اكيد طبعا. الإجابة باختصار شديد، تمام. أولا أنا بجيب قلم وورقة كزوجة وبكتب شكوى. هذه الشكوى الصيغة بتاعتها باختصار كالآتي: تمام. إذا حضرتك كنت ساكنة في قرية، يبقى أنا أقول السيد الأستاذ أو السيد الأستاذ المبجل رئيس نقطة شرطة كذا. لو في مدينة تقول السيد الأستاذ مأمور مركز شرطة كذا. تمام مقدمة تقول لسيادتكم فلان فلانة، وتكتبي اسم حضرتك. تمام ضد فلان اللي هو زوج حضرتك. تحت كلمة الموضوع هتكتب قام المشكو في حقه بالاستيلاء على أعيان جهازي والثابت بموجب قائمة المنقولات الزوجية والمؤرخة بتاريخ كذا، وقام بتبديد هذه المنقولات، ولذلك أرجو اتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة، وتفضلوا بقبول طلبي مع وافر التقدير والاحترام. وهتكتب الاسم في يعني في تحت، وتكتب اسمها والعنوان بتاعها. الشكوى ديت يا دكتوره مروه، خلاص هي كتبت الشكوى وتاخد الشكوى وتنتقل الى نقطه الشرطه لو هي موجوده في قريه. لو موجوده في مدينه بتروح اسم الشرطه اللي هي تابع لها يعني. بتدخل على المامور، بتلاقي في عسكري موجود بتستاذنه ان هي تدخل للمامور. في الغالب بياخد منها الشكوى ولا اتفضلي لحظه وانا هدخل للمامور. بيدخل للمامور، المأمور بيأشر على الشكوى وبيأشر إن الشكوى دي يتم عمل محضر شرطة عند الأستاذ فلان اللي هو أمين الشرطة. هي بتاخد الشكوى وبتشوف أمين الشرطة وليكن اسمه محمد مثلا أو علي، بتسأل هو موجود فين في اسم الشرطة. في الآخر هي بتتوجه لهذا الأمين: السلام عليكم. عليكم السلام، أنا عاوز أعمل محضر شرطة. السيد الأمين لو هو فاضي بياخد منها الشكوى ويبدأ معاها سؤال سين جيم. سين تفصيلات شكواك ايه؟ بتقول والله انا غضبت من مسكن الزوجيه
وجوزي طردني، وبعد كده بعد شهر بعد اسبوع بعد يوم بعد اتنين انا فوجئت ان هو قام بتبديد اعيان جهازي وانا عاوز جهازي. ده تفصيلات شكويه. في الغالب امين الشرطه يا دكتوره مروه بيكتب اللي هو مكتوب في الشكوى. تمام. خلاص هي كتبت الشكوى بتقول له لو سمحت والله انا عاوزه رقم المحضر. بيديها رقم المحضر، بتروح البيت تنتظر 10 ايام. بعد ال10 ايام بتروح قسم شرطه تاني على نفس الامين الشرطه وبتساله، بتقول له انا كنت عامله محضر شرطه يوم كذا وكنت عاوز اعرف المحضر ده نزل جلسه ولا لا. بيقول لها روح للمكان الفلاني عند الاستاذ فلان اساليه. بتتوجه عند الاستاذ فلان وبتساله انا كنت عامله محضر بتاريخ كذا، المحضر نزل جلسه؟ بياخد الاجنده ويدور ولا ايوه نزل جلسه، والجلسه بتاعته في اليوم الفلاني. هتروح البيت معاها معلومه جديده ان المحضر اللي عملته من 10 ايام النهارده عرفت ان في جلسه له يوم كذا. هنفترض ان هو جلسه 19/4. تمام. يوم 18/4 بتروح المحكمه اللي هي تابعه ليها وبتسال تقول فين سكرتير جلسه جنح يوم الاربع. هنفترض ان الجلسه 19/4 موافق الاربع او موافق الخميس. تمام. فهي بتسال في المحكمه فين سكرتير جنح يوم الخميس. خلاص هي دلوقتي موجوده عند السكرتير. تمام. بتساله بتقول له فين الاجنده؟ بيقول لها اتفضل الاجنده موجوده. بتمسك الاجنده وفي الغالب بيبقى في محامين او سكرتاريه ماسكين ذات الاجنده والكل بيروّل الجلسه. كلمه بيروّل الجلسه يعني تبقى عارفه ان يوم ان بكره الرول هيبقى رقمه كام. تمام. فبتدور في الاجنده بتلاقي بتدور على اسم المتهم، اسم جوزها مش اسمها. يعني اسم جوزها هو اللي يبقى مكتوب في الاجنده. تمام. هنفترض ان مكتوب في الاجنده قدامه رقم 50. خلاص يبقى انا روحت النهارده ومعايا معلومه اخرى اللي هو رولي رقم 50. تمام. بتيجي الجلسه اللي هو هنفترضها خلاص هي بكره ان شاء الله. انا نسيت اقول وهي راحت تعمل محضر شرطه المفروض ان بتاخد اصل قائمه المنقولات الزوجيه معاها. لان السيد امين الشرطه بيأشر على الاصل. تمام. الاصل ده هو يا دكتوره مروه يوم الجلسه بتاخده معاها. تمام. خلاص هي دلوقتي قاعده في القاعه الرول بدا الحاجب ينده. هو انا بس حابه ان انا معلش مش عايزه اقاطع حضرتك. لا حضرتك مش هتقاطعني لسبب. لحظه واحده. تمام. هكمل بس عشان انا عاوز المعلومه تبقى مكتمله للمشاهد. تمام تمام خلاص انا في بس الفكرة النقطه. لا لا تمام. بعد انا بعجل بحيث المجمل يبقى باختصار وبعجله. تمام. بعد كده حضرتك ممكن لو في حاجه يعني. تمام. خلاص هي دلوقتي موجوده في القاعه بتاع المحكمه، بدا الحاجب ينده يقول رول واحد رول اثنين رول ثلاثه. هي منتبهه لرول 50. بمجرد ما احنا بنفترض ان هي رول 50، فبمجرد ما بيقول رول 50 هي بتتوجه للمنصه بكل ثبات وكل جراه، ما يبقاش عندها اي يعني اي هفوه خوف. هي تتقدم على المنصه اللي موجود القاضي. القاضي هو اخوها هو عمها هو خالها هو جارها، هو شخص هو موظف هو بيقوم بعمله. فهي بتقف قدام المنصه بكل ثبات. القاضي بيسال حضرتك طلباتك ايه؟ بتقول له والله انا طلباتي ان انا تركز في اللي انا بقوله. انا بضم صوتي الى صوت النيابه العامه وعاوز اخد عزالي ببساطه اهو بكلام بلدي خالص اهو، وعاوز اخد عزالي يا سعاده القاضي. وانا بتشرف بتقديم قائمه المنقولات الزوجيه واتفضل. القاضي بياخد منها قائمه المنقولات الزوجيه بيرفقها. هي بتوقف دورها انتهى. كده دورها انتهى تماما. تمام. الزوج اذا كان موجود هيبقى موجود ومعاه محامي زميل بيمارس عمله. تمام. في الغالب هذا الزميل ما بيحضرش اول جلسه، لان دور المحامي اللي هو الخصم هو دور مماطل، يعني هو مجرد بيماطل. واعتقد ان هذه المماطله المفروض ان هي لا تكون في حضن رجل القانون. رجل القانون المفروض ان هو يكون الباعث ان هو يعجل ان الزوج يسلم القايمه لمراته. انما احنا كشغلنا كمحامين كاكل عيش كسبوبه، انا ممكن اخد اول جلسه ما احضرش.
في الحالة دي القاضي بيحكم حكم غيابي ضد الزوج، وأنا كمحامي ببقى عارف إن أنا هعمل له معارضة. طب أنا عملت معارضة وجيت عملت وعاوز أماطل تاني، ممكن أطعن على قائمة المواقلات الزوجية بالتزوير. طيب أنا كزوجة قدمت أصل الإيصال للقاضي، أنا دوري هل له بقية؟ الجواب انتهى تماما. طيب أعمل إيه؟ حضرتك بتتابعي جلساتك في القاعة وما تحضرش قدام قاضي خالص بقى، تمام، او تقعدي في بيتك لغايه ما يجي لك ورقه من المحكمه ان الزوج بيعرض عليكي قائمه المنقولات الزوجيه، ويقول لك تعالي في اليوم الفلاني في ميدان او في المكان بتاع اسم الشرطه اللي حضرتك تابع عليه، تعالي استلمي، انا بعرض الجهاز، تعالي استلمي جهازك. تمام. يبقى اذا دور الزوجه يا دكتوره مروه بيبدا بشكوى وهي قاعده في البيت، تنتقل بالشكوى للمركز، تاخد رقم محضر، تاخد تاريخ جلسه، تتجه للمحكمه، تقدم اصل القائمه، هنا دورها انتهى تماما. تنتظر ان يجي لها اعلان من المحكمه ان زوجك بيعرض اعيان الجهاز في المكان الفلاني في اليوم الفلاني الساعه كذا، تعالي خدي قائمه المنقولات الزوجيه. هنا انا اجملت بسرعه ازاي تقوم بالاجراءات. طب هل هناك اجراءات انا كمحامي ممكن اقولها غير اللي انا اقولها دلوقتي؟ خالص. يعني هي لو جات لي اللي انا قلته انا اعمله، فهي ممكن تعمله بدون ما تروح لاي محامي. تمام، طبعا يعني استفادة أكتر من رائعة، بس بصراحة يعني عشان برضو نكون محايدين للجانب الآخر، حضرتك ذكرت دلوقتي كلمة إن هي تذكر تبجيد. طيب ما افرض ان هي عايزه تشتكي بس يعني مش متبدد، فهل هنا القاضي بيحكم علشان كلمه تبديد؟ يعني انا النهارده مثلا ممكن ان انا عايزه القايمه بتاعتي، تمام، بس انا لازم اذكر كلمه تبديد؟ يعني هو ممكن ما يكونش في تبديد، بس لا انا لا بصراحه يعني، ما احنا خلينا ان احنا صرحاء. هقول لحضرتك القانون الجنائي هو قانون يعني هو قانون قناعة، وبالإضافة إلى قانون بيحتاج لسند. لا ده أنا هفترض إن سؤال، هغير السؤال بتاع الدكتورة مروة وهرجع لسؤال حضرتك. تمام، إيه هسأل السؤال والله بسرعة شديدة. الزوجة لها الحق إن هي تقيم هذه الدعوة حتى لو هي على ذمة جوزها، يعني مش لازم تبقى مطلقة على اساس ان هي تقيم هذه ما الدعوه. ده جاوبناه. مساله ان هي تقول ان هو بدد، القاضي يعلم تماما ان هو ما بددش. تمام، انا تماما من باب الامانه بصراحه يعني انا قلت برضو انه يعني لازم ان انا اسير الموضوع لا ده، لا يعني بصراحه انا بحب ان يعني وسط، انا مش يعني مش باجي مثلا مع بني جنسي او كده، لا 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 احنا بنتكلم في القانون ده. انا هسال سؤال تاني او هقول جزئيه هي اخرى وبسرعه الحلقه الجايه يا دكتوره مروه. ان شاء الله. السؤال هيكون الحلقه تجيب على السؤال الاتي، ايه هو؟ تمام، هل الزوج بالامكان ان هو ياخد حكم بالبراءه في قضيه التبديد اللي زوجته رفعت عليه؟ طيب الاجابه حلو جدا الحلقه بقى، الجايه علشان على اساس تبقى الحلقه دي للزوجه الحلقه اللي جايه للزوج ان تمام. شاء الله. انا دايما بحب كده. ان طبعا شاء الله. احنا استمتعنا جدا شكرا. بوجود حضرتك، كان معنا المستشار القانوني طلعت سلمان، عضو المنظمه الدوليه لسفراء السلام والعلوم الانسانيه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ودلوقتي هنطلع مشاهدينا مع اخر فقره، وفقره انت تقدر مع المطرب الصاعد محمد عادل. انتظرونا بعد الفاصل.